السلام عليكم ورحمة الله. الثامنة في تونس وفي أخبارها الليلة، رئيس الجمهورية يؤكد إعلان تركيبة الحكومة الساعات القادمة ويجدد رفضه أي تدخل أجنبي في الشأن الوطني. تراجع مقدرة المواطن الشرائي الحاد وارتفاع الأسعار يضع تونس أمام تحد جدي لتحقيق الأمن الغذائي الوطني وضمان الاكتفاء الذاتي. مهرجان للإصلاح نصيب، عروض ثقافية متنوعة موجهة للأطفال الجانحين لتحقيق انفتاحهم على العالم الخارجي واندماجهم في المجتمع مستقبلا. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. أعلن تركيبة الحكومة سيكون الساعات القادمة، والحوار مع الشعب والشباب سيطلق أيضا قريبا، والتدابير الاستثنائية المتخذة تحقيق لانتظارات التونسيين تراعي الحقوق والحريات وتضمنها. مسيرات دعمها الشعبية رسالة قوية لمناهضيها ممن استقوى بجهات خارجية على خيارات الشعب التونسي. هذا أهم ما قاله رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم وهو يلتقي المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي أنه سيتم خلال الساعات القادمة الإعلان عن تركيبة الحكومة، كما سيتم قريبا إطلاق حوار مع الشعب ومع ممثلي الشباب في الجهات. ستتشكل في الساعات القادمة وسيتم الإعلان عنها، وسيتم الإعلان عن المواعيد القادمة في إطار الحوار مع الشعب التونسي ومع ممثلي الشباب في الجهات على وجه الخصوص. وذكر رئيس الدولة بأن القرارات الاستثنائية التي اتخذها جاءت تحقيقا لأمال الشعب التونسي، مؤكدا حرصه على إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات. بالنسبة إلى بعض القضايا التي أحيلت على المحكمة العسكرية، القضايا أحيلت هناك من كان محكوما عليه منذ سنة 2018، وثم اختصاص المحكمة العسكرية بنص القانون وليس خارج القانون، ونحن أحرص منهم على إنفاذ القانون وعلى حماية الحقوق والحريات. وحول الاحتكام إلى الشارع، اعتبر رئيس الجمهورية أن المسيرة السابقة الداعمة للقرارات الاستثنائية كانت رسالة قوية للرافضين لهذه القرارات على حد قوله، منتقدا في ذلك التجاء بعض الأطراف إلى جهات خارجية للضغط على خيارات الشعب. غدا قالوا أنه سوف يكون يوم النفير الأعظم، ولكن ألا يتذكرون الأسبوع الماضي كان يوم رجم الشياطين؟ صباح هذا اليوم كما قلت تظاهروا في باريس، وهناك من ذهب إلى باريس لإفشال القمة الفرنكوفونية، وهناك من يستبطن فكرة الاستعمار من كل الدول الأخرى. هل تدخلنا نحن في شؤون الدول الأخرى؟ هذه قضية شعب وقضية سيادة الشعب. كما دعا رئيس الجمهورية إلى احترام سيادة الدولة، معتبرا أن تعاون تونس مع الدول المانحة لا يعني التدخل في شؤونها وفي إرادة شعبها. هذه مرحلة جديدة في تاريخ تونس، السيادة فيها للشعب، وسيادة الدولة التونسية ليست في سوق المزاد أو في أسواق الأسهم تتقاذفها الأطراف التي يقال أنها مانحة. نتعاون مع هذه الأطراف ولكن لتحترم سيادتنا. هذا وذكر رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن تونس تعيش مرحلة جديدة تقتضي تطبيق القانون على الجميع. تقدم مسار تشكيل الحكومة المرتقبة موضوع لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم المكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن رمضان، بعد أن كان التقاها منذ يومين وأطلعته على ما بلغته الجهود المبذولة لتكوين الحكومة. رئيس الدولة أكد أن إعلان تركيب المختار سيتم إذن الساعات القليلة القادمة.
رافعا شعارات مناهضة حركة النهضة ومنظومة الحكم السابقة وضد رئيس الجمهورية وإجراءات ما بعد 25 من جويلية، نظم حزب العمال وقفة احتجاج حرص فيها على تأكيد أن خيارا ثالثا ممكن في تونس للنهوض بها وتجاوز عثراتها. خلال هذه الوقفة الاحتجاجية لحزب العمال وأنصاره رفعت شعارات لا شعبوية، لا تسيطرة الأخوانجية، الديمقراطية الشعبية هي الحل. نحن مناش ضد الأطراف هذه لمجرد أنها ضدها. الشعب التونسي عانى من منظومة حركة النهضة ولا نقم عليها، الشعب التونسي عانى من النظام القديم وثار عليه، والشعب التونسي اليوم قاعد يشوف في قيس سعيد الشعبوي في طبيعة الإجراءات اللي يأخذ فيها سير نحو حكم فردي معناها مستبد مع الحفاظ على نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية. وأفاد الهمامي بأنه لابد من بديل للموجود إزاء تواصل معاناة الشعب بعد الثورة مع انحدار تونس في مستنقع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حسب قوله، مشددا على ضرورة إرساء ديمقراطية شعبية بقيادة الشباب والعمال من أجل تغيير جذري لأدوات السلطة. قدمنا برنامج، البرنامج هذا سميناه تحت عنوان الديمقراطية الشعبية، السيادة الوطنية، تأميم الثروات، تأميم القطاعات الاستراتيجية، إلغاء المديونية، إصلاح زراعي لفائدة الفلاحين الفقراء والصغار، منظومة وصناعية جديدة وطنية. اليوم كل شيء قاعد يجي منها من برا والصناعة التونسية قاعدة تدمر، منظومة جبائية جديدة عادلة. رفع المحتجون المناصرون لحزب العمال عديد الشعارات المناوئة للتدابير الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد في 25 جويلية الفارط وللأمر الرئاسي عدد 117 وسط تعزيزات أمنية لمختلف الأسلاك وتركيز الحواجز الحديدية على امتداد شارع الثورة والمداخل المؤدية إليه. وضع رئيس الجمهورية سقفا زمنيا واضحا لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية الواردة في الأمر الرئاسي 117 واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون والمؤسسات وفق رؤية إصلاحية ومقاربات تشاركية مع الأحزاب والمنظمات الوطنية الجديرة بالحوار، فحوى بيان أصدره حزب أفاق تونس عقب انعقاد مكتبه السياسي اليوم. وقد جاء في البيان أن الحزب يدعو المكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن رمضان بتسريع تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة تتولى إنجاز إصلاحات تشريعية واقتصادية كبرى وتنفيذ المشاريع المعطلة ودفع الاستثمار الداخلي والخارجي، ليطالب أفاق تونس في بيانه أيضا بإنفاذ سلطة القانون ومحاسبة كل من ثبت ارتكابه جرائم ذات صبغة إرهابية أو جرائم فساد أو غيرها من الجرائم الاقتصادية والمالية. إنجاح احتضان تونس قمة الفرنكوفونية 18 بعد أيام وإعداد العدة اللازمة في المستويات جميعا لتحقيق هذا النجاح موضوع لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم أمينة منظمة الفرنكوفونية الدولية العامة الرواندية لويز موشيكيوابو بقصر قرطاج. قمة الفرنكوفونية تلتئم بدءا من 20 نوفمبر المقبل بجزيرة الأحلام جربة في تحدي لوجستي وتنظيمي ترفعه تونس واحدة من أوائل الدول المؤسسة منظمة الفرنكوفونية التي تضم 88 دولة. شهر ونيف يفصل تونس عن استقبال أكبر تظاهرة سياسية دولية على أراضيها وهي القمة الفرنكوفونية 18 والتي ستنعقد جنوب شرق البلاد وتحديدا بمدينة جربة. رئاسة الجمهورية التونسية قالت خلال لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بالأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية والوفد المرافق لها، قالت إن تونس حريصة على نجاح القمة بجزيرة جربة عبر توفير أفضل الظروف المناسبة لها. كما استعرض رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الجهود المبذولة والتقدم الحاصل في التحضيرات الحثيثة الجارية على كافة المستويات حتى تكون تونس جاهزة في الموعد لاحتضان هذا الحدث الإقليمي الهام. قمم الفرنكوفونية هي لقاءات رؤساء دول البلدان العضوة في المنظمة الدولية للفرنكوفونية يناقشون خلالها السياسة الدولية والاقتصاد الدولي والتعاون بين الناطقين بالفرنسية وكذلك حقوق الإنسان والتعليم والثقافة والديمقراطية.
جربة جزيرة الأحلام ستكون بداية من 20 من شهر نوفمبر المقبل حاضنة لهذه النقاشات، والاحتفال بالمناسبة ذاتها بالذكرى 50 لإنشاء المنظمة الدولية للفرنكوفونية، خاصة وأن تونس تعد دولة مؤسسة للفرنكوفونية وعضوة ناشطة في المنظمة. وخروج تونس بمكان التنظيم من العاصمة إلى مدينة جربة يعد ضرورة إنجاحه تحديا والتزاما. سعت تونس منذ أن تم اختيارها سنة 2016 إلى توفير كل الظروف الملائمة من حيث استقبال الوفود وإقامتهم، وأيضا عبر التحضير المحكم للملتقيات سواء من حيث التنظيم أو المحتوى. فنجاح القمة هو ارتقاء بالمشروع الفرنكوفوني وتمتين للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول المنضوية فيه، ما ينعكس إيجابا على متطلبات الشعوب وتطلعاتها إلى التنمية والتشغيل والرخاء. نفتح الليلة مشاهدينا ملف الأسعار والأمن الغذائي في تونس، ونتوقف بدايته عندما تشهده أسعار الخضروات والمنتجات الفلاحية الورقية وغيرها من ارتفاع مشط يرهق المستهلك ويجبره على التخلي عن عاداته الغذائية السليمة، كما يدفعه دفعا إلى الإقبال على السلع الأقل جودة وهي الأخرى وفق تقديره غالية الثمن. لنتابع معا. نفرز في الفلفل ما هوش صحي على قد فلوسنا، خاطر كيلو ب2000 و400 و3000 ما نوصلوش، والله ما عادش فينا، ولينا نلوجوا في حشاكم في الزبله. هكذا كان حال عدد من المواطنين اثناء تسوقهم لخضروات شبه تالفه، يهرعون الى اكتاسها لعل اثمانها تناسب مقدرتهم الشرائيه، لكن غالبا ما يتفاجؤون بغلاء اسعارها رغم افتقارها للجوده بحسب عدد من التونسيين. هذه ب2000 فرنك البطاطا. خلي عاد الشاي لاخ، ندور المرشي بعد نرجع، ما فما حتى شيء رخيص، باش نعملوا نمشيو حسب الظروف نتاعنا، كاش باش نعملوا طريف جاري ولا طريف حاجه نسقوا ونرميوا، اش باش نعملوا؟ ولادنا ما عادش خالتين، ما ياكلوا حتى شيء، شوفوا الكروسه فارغه ها، ما قبيلي كندور، انا ما قضيت شاي ها، طرف قراعه ب 900 فرنك بدينار ولينا نشرو فيه نعملوا بيه شكشوكه، سلمنا براسه نورمال، اما اللي عنده اربعه وخمسه وسته مصلي على النبي، منين؟ وين الراي في الاسوام؟ بصراحة صحية غالية أما مقبولة بالنسبة للمواطن التونسي، مقبولة. المواطن يأخذ 300 يهز 10000 ما تجيب له حتى شيء، لا ناكله في الحم لا في حوت لا في غلة. 700 المعدنوس تجني هك من نقيته ماذا شو يقعد فيه؟ فمش جودة مدام سقاط تلقاها في السوق على بعض وهز وتعدى، العباد ملزوزة باش تاكل، هذاك هو باش تعبي تعمل طنجرة في جرتها صغار في جرتها عائلات. الارتفاع المشط في أسعار الخضر أرجعه عدد من التجار إلى تدخل الوسطاء ونقص الرقابة. الطماطم تتكلف ب2100 مغاد، 13% تدفعهم في الكيدونس و20 دينار تعطيها للهباط. نشكي يا إيش يا خويا راهو هكا. ليه يا خويا مو بيعه والله ليه؟ واللي يعديك النهار هذاك مثلا قدام الاقتصاد على عينك صندوق للزول. ها؟ من يوم غدوة ما عادش تاخذ حتى صندوق. الفلفل غالي ب 1400 البيع وب 1600 قداش نبيعوا لنا بالله؟ نولي ناخذ فلفل هذايا مضروبه شويه ناخذه ب 800 ب 600 ب 700 ونبيع العباد كل شيء غالي. الهباط يحب 10000 على صندوق طماط. حبيبي حالك ب 1300 وزيد ياخذ 10000 على صندوق. قداش تحبها توصل هاي وصلت ب 2000 انا. عنده حق يبيعها ب 2006 اهو. جماعه الاقتصاد موجودين في المارشي الجروب. وقت الواحد يجي يحط لك الفلاح ولا الهباط يقول لك ب2000 في الناري، لو هو نتاع الاقتصاد يقول خليك ياك ما تبيع شنو ب2000، هم معاهم هم. ويشار إلى أن المعهد الوطني للإحصاء أكد في آخر بيان له أن أسعار الخضروات شهدت ارتفاعا بنسبة تفوق 18% خلال شهر سبتمبر الفارط، ورغم غلاء أسعار هذه المنتوجات الفلاحية فإن بعض الخضروات وفق عدد من المواطنين تشكو من تراجع في جودتها. وفي مثل هذه الفترة الموسمية الانتقالية اعتاد المستهلك التونسي اقتناء أنواع شتى من غلال الفصل وخيراته، لكنه هذه السنة ومع ارتفاع أسعار ثمار الأشجار ما عاد قادرا على شرائها. كاميرا الأخبار تجولت في إحدى الأسواق بالعاصمة تونس ورصدت المعروض وأثمانه ومواقف الباعة والمشترين منه. العنب والتين الشوكي والإجاص وغيرها من الغلال الموسمية باتت صعبة المنال وغابت عن قفة المستهلك التونسي بعد أن شهدت أسعارها ارتفاعا مشطا في ظل تدني المقدرة الشرائية للمواطن. الغلة عبارة على شريط الحم الهندي اللي كان في البراوت
ما يحسبوا حتى حد، ياخذوا كيما يحبوا يشتي ولا بالكيلو 3800 وصل. فرش فيها فوق النصبة ويمشي على روحه. ياكلها كيكة بعينيه وديما يمشي. غلا اختي والله ما نجزيه. عنقود عنب يطلع لك 7000، 5000 و 6000 لنزاز. قليل كياخو 6000 يروح لا فلفل لا طماطم لا بصل. ما نخلطوش نشوف بعويناتي ونمشي. شخصه كان واحد يهبط شوية حتى بدينار ولا حاجة. 3000 بعض التجار أرجعوا غلاء أسعار الغلال الموسمية إلى نقص الإنتاج، في حين أرجعها البعض الآخر إلى الاحتكار والمضاربة بمسألة التوزيع وسوق الجملة، مؤكدين في الآن نفسه أن ارتفاع أسعار هذه المنتوجات يؤدي إلى ركود السوق ولا يخدم صالح البائع ولا المستهلك. الإنتاج نقص ياسر الإنتاج، زاد ما زاد حل شوية تاع الليب وشوية كل ماشي اللي بدش ما ساعد حتى انسان، ما ساعدناش حتى هامش الربح. راح ساعه والله منقص من هامش الربح تاعو. 5400 طريفة الواحد، ما عندها لهنا المواطن غالي عليه ب 4500 وتلوح منها وتلاحظ كل، حتى التاجر ما يلقاش روحه فيه. اللي في المرشي قرو غالي. قداش تباع؟ مثلا لنزاز 4000 3500. العوينه مثلا 3000. العنب قاموها ب 4500 وما يعطيكش الشباب لما تمدي له على الصندوق 5000 فرنك و 7000 فرنك. شنو يربحوا الخضار؟ والوقفه الكل في مرشي الكرو، قلت الوقفه الكل مش فايده يا مدام، راه جو للمرشي لهنا، الوقفه الكل يا مدام يسيب الاسعار يسيبهم في مرشي الكرو. جهه اخرى ترى المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك ان مجابهه ارتفاع الاسعار مرتبط اساسا باعاده هيكله منظومه مساله التوزيع وفق آلية جديدة ترتكز على الرقمنة. اللي هي راهي سوق الجملة والعلاقة بمسالك التوزيع هي منظومة كاملة لازمها تتهيكل، ما عندناش رقمنة، ما عندناش استراتيجية بين وزارة التجارة ووزارة الفلاحة لتزويد السوق بالمنتوج، هذا كله اللي اللوبيات حبت يكون الفراغ هذا موجود باش هي تهيمن على السوق. نحن تو في وقت يلزم الدولة تسترجع تحكمها في الأسواق، تسترجع تحكمها في هيكلة الأسعار عند الإنتاج، وهذا هام وهام جدا. وتظل انتظامية تزويد السوق بالغلاء الموسمية والتحكم في أسعارها وتكثيف الرقابة الاقتصادية عوامل قد تساهم في كبح جماح أسعار الغلال. وفي مؤشر صارخ، نصف نظام تونس الغذائي مصدره التوريد، رقم وغيره تم تداولها خلال ندوة افتتاحية عن السيادة الغذائية والحق الأساسي في الماء، سلطت الضوء على مدى احترام تونس سيادتها الغذائية وتحقيقها اكتفاء شعبها الغذائي. نظمها مرصد السيادة الغذائية والبيئية بالتعاون مع جمعية نوماد 8. في الوقت الذي تتميز فيه تونس بإنتاجها لمختلف البذور والحبوب الغذائية من خضر وغلال وبقول ذات جودة عالية ومعترف بها دوليا، إلا أن 50% من النظام الغذائي المعتمد في تونس قائم على التوريد، وذلك وفق ما صرح به متدخلون في ملتقى السيادة الغذائية والحق الأساسي في الماء. السيادة الغذائية مش مطبقة في تونس، احنا نستورد 50% متوسط، 50% من غذائنا نصدره في السلطة والخضرة والطماطم من غير وقتها في الشتاء، ونستورده في القمح وقت اللي احنا عندنا إمكانية أن ناكلوا قمحنا وشعيرنا وكل شيء من هنا. السياسة ما هيش سياسة غذائية، معنا وزارة الفلاحة ما تعملش في سياسة غذائية، تعمل في سياسة أمن غذائي مختلف تماما. الحاجة اللي نشوفوها توا في تونس هي أنه فما سياسة اقتصادية تحبذ أنه ننتجوا منتوجات طبيعية وغذائية للتصدير، وهي عندها نقطة إيجابية واحدة في الحقيقة اللي هي دخل العملة الصعبة اللي هي تساعد في الاقتصاد على المستوى هذاك، ولكن في الحقيقة هي قاعدة تتسبب في شح حقيقي في موارد، ومهيش قاعدة تبجل الاكتفاء الذاتي متاعنا في الموارد اللي احنا في الحقيقة نستهلكوها أكثر. ولتكريس السيادة الغذائية دعا متدخلون في هذه الندوة إلى ضرورة مراجعة السياسة الاقتصادية الوطنية وتجنب التبعية الغذائية عبر تغيير المنوال الغذائي وتكثيف الإنتاج المحلي للاستهلاك الداخلي.
السياسيين ياخذوا موقف واضح، يبداوا فعلا يفكروا في السيادة ومش كان الأمن، يبداوا يتحملوا مسؤولية وطنية لنا وللأجيال القادمة، وهذا يكون بطبيعة من خلال سياسات وطنية حقيقية ترتكز على فكرة السيادة أولا والأمن ثانيا. كما تتطلب السيادة الغذائية إرساء نظام إيكولوجي جديد يحقق التوازن بين الموارد المائية والمنتوجات الغذائية. احنا نطالبوا بخريطة فلاحية في الشمال، وين ثم عنا الموارد شنو لازمك تغرس، في الجنوب ما تنجمش تغرس عشان دلاع مثلا في الصحراء التونسية، ما عندكش موارد غادي، بينما احنا توا صايرة في برشا مناطق تعاني من استنزاف موارد لأنه تصير غراسات مستنصفة غادي في المنطقة هذيك وين هي ماهيش أدابتي. يلزم دراسة كاملة، يلزم توجه من وزارة الفلاحة يصير أقلم للموارد المائية غادي مع المنتوج الفلاحي. وتفعيلا للأهداف المرجوة يشرع غدا المرصد التونسي للمياه في تنظيم سلسلة من الزيارات الميدانية لولايات الجنوب التونسي للوقوف على المشاكل التي تواجهها الجهة في إنتاج الغذاء ودراسة كيفية التصرف في الموارد المائية لضمان حسن استغلالها. التبذير الغذائي آفة أخرى دقت لها نواقيس الخطر في تونس موسميا خلال شهر الصيام مثلا وخارج المناسبات، إذ تقول الأرقام إن 5% من مصاريف العائلة التونسية تأكلها حاويات القمامة قبل أن تستهلك. مؤشرات منذرة وفق معهد الاستهلاك الوطني دفعت بعديد الجمعيات إلى إطلاق حملة توعية للحد من سلوك التبذير السلبي. كل هذه الكيلوغرامات من الطعام والخبز تنتهي إلى القمامة، أطنان من مواد غذائية يقتنيها التونسي تزيد عن حاجته لتلقى طريقها نحو الإتلاف، وهو ما جعل حجم التبذير الغذائي على مستوى الأسر التونسية يبلغ 5% من إجمالي النفقات الغذائية، وذلك حسب آخر دراسات المعهد الوطني للاستهلاك. في هذا الإطار دراسة أظهرت أيضا أن مادة الخبز تصدرت قائمة المواد التي يبذرها التونسي، ذلك أن الأسر التونسية تتلف 16% من إجمالي شراءاتها من الخبز، أي بمعدل قرابة 1,000,000 خبزة تلقى يوميا. التونسي بذر برشا، والتونسي يحب يأكل وماكل الكل، اللي مثلا عنده زوز يشري 4 خبزات. يأخذ الخبز بزيت، هي البقيت ما عادش وكل حد شيء، ديجا نقصت في الميزان على الاخر. فمتى اللي عنده صغار وعنده قارد وعنده فطور وعنده عشاء شنو يعمل؟ معناته اصلا تونسي توا عايش على المكرونه والكفته ومرقه البطاط كي نخلط عليها. ما عادش فما تبذير اختي العزيزه، ما عادش فما حتى تبذير. هاك تشوف معناتها ياسر فما الغلي والكوي، فهمت؟ ما عادش قد تونسي ولا يعيش توا جوست. تبذير غذائي يختلف حجمه حسب المواد المستهلكة من أسرة إلى أخرى حسب المعهد الوطني للاستهلاك. 42 كيلو من الخبز يقع إهداره سنويا من قبل الأسر، في السنة 113 ألف طن من الخبز، واللي هو يمثل تقريبا 10% من الإنتاج السنوي متاعنا. التبذير يهم العديد من المنتجات الأخرى. أبرز المنتجات نلقاو بطبيعة الحال الخبز يمثل 16%، وبعد نلقاو الخضر والغلال تقريبا 11%، وبعد نلقاو مشتقات الحبوب تقريبا 10%، وفي آخر الترتيب نلقاو اللحوم أقل من 2%، والحليب ومشتقاته أقل من 2%. وأمام هذه الأرقام أطلقت عدد من الجمعيات المختصة في الشأن البيئي بدعم من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي حملة تحسيسية ضد التبذير الغذائي في تونس تنطلق عبر الوسائط الرقمية. التبذير الغذائي في بلادنا عنده أرقام مفزعة، يمكن العديد مواطنين بالنسبة لهم التبذير الغذائي ولينا نتعايش معاه، في حين أنه عنده كلفة مالية اقتصادية وكلفة اجتماعية وكلفة خاصة بيئية. الهدف أن نحس المواطن أنه ثم ما يربح في عدم التبذير الغذائي. وإحنا بالبروجي هذية بالمشروع هذية قاعدين أن نوعيه في تونس، ونطلب منهم زادة باش يشاركونا في الهدف متاعنا اللي هو تونس بلاش نفايات، وراهو هذية شيء ماهوش صعيب علينا.
مبادرات واستراتيجيات وحملات يرسمها المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات والمعهد الوطني للاستهلاك للحد من التبذير الغذائي وخسائره الاقتصادية، والذي يبقى سلوكا شخصيا ووعيا ذاتيا قبل كل شيء. في شأن آخر، حملة تلقيح موجهة جديدة شهدها في خطوة أولى مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى وسيلة بورقيبة بالعاصمة، ستتوسع لتشمل مثيليه من المراكز عبر البلاد. تلقت فيها أعداد هامة من الحوامل ممن بلغت فترة حملهن 4 أشهر فما فوق، ونساء اللائي قضين 6 أشهر بعد الولادة جرعة أولى من لقاح فايزر. هي أحدى النساء الحوامل التي تجاوزت شهرها الرابع، توجهت اليوم إلى مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى وسيلة بورقيبة بالعاصمة لتلقي الجرعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا في إطار اليوم المفتوح للتلقيح للنساء الحوامل والنساء المرضعات المسجلات وغير المسجلات بمنظومة إيفاكس. جيت على خط البيبي الحقيقة، حتى مش على روحي، على خط البيبي وكهو. لازم واحد يحمي روحه ويحمي ولده، فهمت؟ حاجة باهية وتحميك تحمي صغيرك حتى في المستقبل. معناه بيبي هو اللي زاد عطاني معناه كونفيونس أكثر، وقال لي ما تخافش ولا بأس بقدرة ربي. أكيد ما هوش خطر على الجنين، سورتو بالدراسات إنه أبخي 4 mois من الغروسيس واللي فامي أليتانت زيدا ما يقلقش حتى تعرف. لاحظنا احنا من خلال العيادات الخارجية ومن نساء الوافدات على أقسام قسم استعجالي انه فما برشا من نساء اللي قاعدين يجيوا ما همش ملقحين. دونك توقيا من على لا يقدر كان تعاود ترجع لنا معناتها الجائحة مرة أخرى في موجة أخرى، انه يصير لنا اللي صار معناتها قبل ونخسروا بعض الأرواح وحتى بعض الأجنة للنساء الحوامل. في الإطار هذا قمنا معناتها بالتلقيح بالحملة هذه اللي لاقت إقبال محترم. رئيس قسم بمركز التوليد وطب الرضيع عاطف يوسف من جهته أكد أن اللقاح آمن ولا يمثل خطورة على صحة الأم والجنين. احنا ماذا بينا من نساء الحوامل اللي فاتوا 4 أشهر أي 16 أسبوع من الحمل، ونساء اللي ولدوا زاد في المدة الأخيرة وتويكا في فترة الرضاعة، أنهم يقبلوا على التلقيح في حالة أولى مش يحميوا رواحهم بالأساس بالتلقيح، وثانيا مش يحميوا صغيراتهم في النساء المرضعات، على خاطر كما نعرفوا مليح اللي صغيرات ما عندهمش الحق في اللقاح، والوسيله الوحيده مش نحميوهم هي ان نلقحوا الام والعباد اللي يدخلوا اون كونتاكت معاهم. التلقيح امن وما فماش حالات اللي تمس الجنين ولا الام، ما فما حتى خطوره عليهم. هي تجربه اولى من المنتظر تعميمها على باقي الجهات، خاصه وان هذا اليوم المفتوح شهد نسبه اقبال محترمه وفق منظميه. مؤتمر دولي ثان للطب المداري وطب السفر احتضنته مدينة سوسة ونظمته الإدارة العامة للصحة العسكرية، شدد حاضروه من أطباء مدنيين وعسكريين وصيادلة على تحسن الوضع الوبائي وأولوية ضمان الأمن البيولوجي والتلقيح لكل المسافرين لضمان عودة الحياة إلى نساقها الطبيعي. نظمت الإدارة العامة للصحة العسكرية المؤتمر العسكري الدولي الثاني للطب المداري وطب السفر بكلية الطب بسوسة بمشاركة أكثر من 200 طبيبا في عدة اختصاصات، عسكريون ومدنيون، صيادلة وبياطرة. المؤتمر العالمي للطب المداري وطب السفر هو عربون تبعث تونس أن الجائحة الحمد لله الحالة الوبائية الحمد لله في انفراج، يلزمنا نرجع نعيشه، يلزم المؤتمرات متاعنا الطبية، يلزم الاستاد متاعنا، يلزم المهرجانات متاعنا يرجعوا باحترام البروتوكولات الصحية. احنا اليوم أكثر من 4 مليون تونسي تم تلقيحهم، ماذا بينا نواصلوا الجهد هذايا والعمليات هذية. دونك هذايا عربون بأن الحياة رجعت. وتمحورت المحاضرات التي تم تقديمها حول أزمة كوفيد-19 والأمراض الجديدة والمستجدة والأمن البيولوجي والتلقيح للمسافرين والعسكريين المنتشرين في نطاق المهام الأممية. احنا قاعدين نخدم على هذا من ناحية التكوين، انه نكون الأطباء والصيدليين واللي يخدموا في المخابر باش يبدوا مطلعين على الوقاية هذه والعلاج هذه والأخذ بالذمة في الأمراض هذه والأمراض اللي يعرفوها
كما لا فيفر جون، كما الفيلاريوز، مش كان فما الملاريا ولا ليبولا. المسافر لازم يكون واعي بالمخاطر الصحية اللي نجم يتعرض لها في السفر نتاعو للبلدان هذيا. العيادة خاصة للكونسي او فياجور، معناتها الارشاد حول المخاطر الصحية اللي نجم يتعرض لها في السفر نتاعو. برشا حاجات معناتها فيما يخص المالادي انفكسيوز، وفما حتى الماكلة نتاعو، كيفاش يرقد، كيفاش لي موستيك، لي ترانسميسيون دي مالادي بالقرصات الناموس، برشا حاجات يلزم الكل المسافر واعي بها ويكون فما هيئة لاستقباله إذا كان il présente un problème de santé à son retour. 50 محاضرة علمية وورشات تطبيقية في مجال طب السفر والأمن البيولوجي، والهدف هو تنمية أزاد المعرفة والتكوين الطبي المستمر للإطارات الطبية العسكرية والمدنية. تمكين الطفل الجناح من حقه في الثقافة لتيسير اندماجه في المجتمع هدف الدورة العاشرة لمهرجان للإصلاح نصيبه، الذي بدأت أشغاله اليوم بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروجة. مهرجان تؤثث أنشطة وورشات متنوعة على مدى أيام عشرة بشراكة بين وزارتي العدل والثقافة وواكبت كاميرا الأخبار حدث افتتاحه وعادت بالتالي. هم أطفال ومراهقون زلت بهم القدم وحملتهم إلى عالم الجريمة والانحراف جراء ظروف اجتماعية أو عائلية معينة، فوجدوا أنفسهم داخل أسوار مراكز إصلاح الأطفال الجانحين، فضاءات احتضنتهم لتؤهلهم قصد إعادة إدماجهم مجددا في المجتمع، وسعى مسؤولوها للخروج بهم من هذه الفضاءات المغلقة إلى عالم الثقافة والسينما. فكان الموعد اليوم شيقا بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروج مع إعلان انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان للإصلاح نصيب الذي يمتد على مدى عشرة أيام. مهرجان هذا ينبثق عن طريق اتفاقية تعاون بين وزارة العدل ووزارة الثقافة، تقع على إثر عروض مسرحية بالأساس ثقافية، كذلك عنا معناها عروض متاع دي جي متاع غناء رسم زادة براعات، هذا كله باش نخلقوا حراك وأنشطة معناها تمكن الطفل الجانح من الإصلاح وإعادة إدماجه من جديد في المجتمع. هو المهرجان في دورته العاشرة هو مسرحي بالأساس، فيه دو فولي، أولا عروض مسرحية متنوعة، وثاني حاجة فيه ورشات تكوينية فيها الترفيهية فيها العلاجية، وإن شاء الله ربي يوفقنا في أن نعاونهم على أنهم يتصلحوا ويرجعوا كما كانوا إن شاء الله. الأطفال المقيمون بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروج استمتعوا بالأنشطة والعروض المسرحية المقدمة، معتبرين هذا المهرجان فرصة للانفتاح على العالم الخارجي. بدل علينا الجو ونسينا برشا حاجات وكي تصير هكا معناها الواحد ينسى ويتفرهد شوي ويحس روحه اللي هو البرة معناها في حومته وبين أصحابه. نحن فرحانين بالأنشطة هذيا، بالأخص الأنشطة الثقافية. هذا نحبه نحن مسرح ونحبه الحكاية هذوم. نقروا قاعدين نتعلموا، فما واحد بالرسمي حاجات ما تعلمهمش البرة تعلمهم لهنا، يقرأ يتثقف بالرسمي 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 حاجة، واحد حتى كي يخرج يلقى روحه مرتاح شوي إن شاء الله. ما عادش نرجعوا الكل وطبنا هذوم أخواتنا أولادنا أصحابنا، وترتاح أكثر ترتاح، ما تصورش بروحك تبدأ فرحان كي تبدأ تخدم لهم. هم في داخلهم فنان، هما في داخلهم انسان يحب يخرج اللي عنده، عاونوه اعطوه وروه. راهو بالنسبه لمركز الاصلاح بيبان مفتوحه لجميع الجمعيات وجميع المنظمات الوطنيه باش نخدموا مع بعضنا في سبيل اصلاح الاطفال هذوما. مهرجان قد يكون متنفسا لهؤلاء الاطفال للتقليص من الضغوطات النفسيه التي يعيشونها وتمكينهم من حقهم في الثقافه التي تساهم في انفتاحهم على العالم الخارجي والاندماج في المجتمع بعد خروجهم من مراكز الإصلاح. وسط تذمر العارضين والحرفاء من الغلاء، تتواصل بقصر المعارض بالكرم دورة 37 من صالون الابتكار في الصناعات التقليدية، وكان فتح أبوابه للزائرين يوم الجمعة الماضي ليختتم في العاشر من الشهر الجاري. المعرض يقدم منتجات حرفية متنوعة ومتعددة
تعبق بروائح التقاليد التونسية وببهجة تفاصيلها، وإن ارتفعت كلفة تصنيعها فارتفع بذلك سعرها وغلى على المشترين. يستقبل قصر المعارض بالكرم يوميا حوالي 8000 زائر بمناسبة احتضانه صالون الابتكار في الصناعات التقليدية، حيث تتنوع المنتجات المعروضة بين التونسية الأصيلة والمبتكرة. إقبال محترم لا يخفي تشكي عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار المنتجات. فما معناتها حاجات لا معناتها نعتزوا بها واحد كل شيء، ولكن شوية غاليين، ما نرزموهم شوية غاليين. فهمتي ماهيش باستطاعة كل مواطن معناتها باش يقبل عليها. حاجات معناتها تحب تشري وتحب تقبل عليها وتحب تقوها. ولكن المكتوب بعد ساعات ما يجاوبش. حاجات حلوين باهيين، وفما بيان سور الحاجه الغاليه هي باهيه. فما نحاس غالي، فما حاجات والباهي بيان سور غالي. ماكش باش تاخذ حاجه انت باهيه باش تكون رخيصه. زما تحضير اقتصادي مالي للعائله، والا الصغير اللي باش يتزوج ولا الانسه اللي باش تتزوج يكون محضر الحاجات هذوما. أما العارضون فيحاولون تقديم منتجاتهم من جهة والتعريف بابتكاراتهم من جهة ثانية، كما فسروا ارتفاع أسعار ما يعرضونه إلى غلاء أثمان المواد الأولية. جينا من حمد جابس نعملوا القفة التونسية. هي سلسلة ومربوطة معناها ببعضها، إذا كان هما يشكيوا من الغلاء احنا زادة نحاولوا ديما الإنسان يلقى حلول أخرى ينجم يخدم بها وينجم يلقى بها حاجة احنا نكون راضين عليها، اوتوماتيكمون يكون في السوق الزوار راضين عليها. المنتوجات اللي زادت اسعارها هي المنتوجات اللي الماده الاوليه نتاعها مرتبطه اساسا بالتوريد، دونك هذه قلنا اللي السعر نتاعها زاد. عملنا حمله معنا مع الحرفيين على الاقل ينقصوا الاسعار شويه حتى في الويكاند هذا باش هما يكون الاقبال اكثر وفرصة لهم هم زادة باش يبيعوا أكثر. معضلة ارتفاع الأسعار تؤثر على الحركية التجارية في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية، بما لا يخدم مصلحة التاجر الذي انتظر هذه المناسبة طيلة أكثر من سنتين، ولا مصلحة الحريف الباحث عن منتجات تحمل الطابع التونسي الأصيل. في جولة الخبر العربي، رحبت جامعة الدول العربية باتفاق جنيف الصادر أمس عقب اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5، فيما أعلنت وزارة الداخلية الليبية فرار ما يقارب 2000 مهاجر غير نظامي ممن يحملون جنسيات إفريقية من مقر الإيواء الخاص بهم، مطالبين بترحيلهم من ليبيا. رحبت جامعة الدول العربية بنتائج الاجتماع 13 للجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 والمتماثلة بالتوقيع في جنيف على خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، وذلك برعاية أممية، مؤكدة أن هذا التوقيع هو ترسيخ لسيادة ليبيا بالكامل وضمان أمنها وسلامة أراضيها. وقد ثمنت الجامعة العربية الجهود المتواصلة للجنة العسكرية المشتركة والخاصة بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه في أكتوبر من العام الماضي، وحرصها على تنفيذ كافة بنوده لما له تأثير على مواصلة العملية السياسية في ليبيا وبما يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ظروف طبيعية. كما دعت الجامعة جميع الشركاء الدوليين والإقليميين لإبداء التعاون وتوفير الدعم لتنفيذ هذه الخطة وباقي الاستحقاقات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها توحيد المؤسسة العسكرية وبدء عمليات نزع السلاح وتسريح الجماعات المسلحة وإعادة إدماجها. وعلى صعيد آخر، أعلن مصدر في وزارة الداخلية الليبية أن دوريات تابعة للشرطة تخوض عمليات في البحث عن ما يقارب 2000 مهاجر غير شرعي ممن يحملون جنسيات دول إفريقية فروا من مقر الإيواء الخاص بهم بمنطقة غوط الشعال في العاصمة طرابلس. هذا وقد باشرت وزارة الداخلية التحقيقات حول ملابسات الفرار لتحديد المسؤوليات والأسباب التي أدت إلى ذلك. وفي السياق ذاته، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعليق العمل بالمركز المجتمعي التابع لها في طرابلس مؤقتا نتيجة لتصاعد التوترات بين الحشود المحتجة من المهاجرين المطالبين بالحصول على مساعدات عاجلة وترحيلهم من ليبيا. توقفت شبكة الكهرباء الرئيسية في لبنان عن العمل بشكل كامل
ليؤكد مسؤول حكومي أن أكبر محطتي كهرباء بمعملي الزهراني ودير عمار توقفتا عن إنتاج الطاقة بسبب نقص الوقود، موضحا أنهما لن تستأنف العمل الأيام القادمة. لبنان يعاني منذ أشهر أزمة اقتصادية حادة، تتوتر مؤشراتها من العجز المالي والاقتصادي إلى الانهيار الطاقي وغيرها. صمت انتخابي بيوم يعيش العراق ساعاته الأخيرة قبيل انتخابات برلمانية مبكرة تجري غدا، يتنافس فيها 3249 مترشحا بين 21 تحالفا و109 أحزاب عدا مستقلين لحصد أكبر عدد من 329 مقعدا. الدورة البرلمانية الحالية كان يفترض أن تنتهي 22 وألفين قبل أن تقرر الأحزاب العراقية إجراء انتخابات مبكرة بعد إطاحة احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة منذ سنتين. في جديد الرياضة، تم مساء اليوم انتخاب القائمة المترشحة الوحيدة لرئاسة النجم الرياضي الساحلي، قائمة ماهر القروي، انتخبت لرئاسة النجم الساحلي خلال الفترة النيابية القادمة خلال الجلسة العامة الانتخابية التي انعقدت بمقر النادي الإداري. ويخلف ماهر القروي رضا شرف الدين الذي تراس النجم الرياضي الساحلي منذ موسم 12 و2000 13 و2000 لتفوز قائمته للمدة النيابية القادمة بحصولها على 733 صوتا من جملة 736 ورقة تصويت مع ثلاث أوراق ملغاة. أعلن أهلي جدة السعودي لكرة القدم توصل إلى اتفاق مع المدافع التونسي حمد نجاز لتعزيز صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي. نجاز كان قاب قوسين من العودة إلى نادي الزمالك المصري بعد تجربة قصيرة مع الترجي الرياضي التونسي. يخوض المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم ولحصصه التدريبية بملعب العاصمة الموريتانية نواكشوط استعدادا لملاقاة المنتخب الموريتاني الأحد المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم. المنتخب الوطني وصل مساء أمس إلى العاصمة الموريتانية في رحلة خاصة. نهاية الموعد الإخباري مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد أعلان تركيبة الحكومة الساعات القادمة ويجدد رفضه أي تدخل أجنبي في الشأن الوطني. تراجع مقدرة المواطن الشرائي الحاد وارتفاع الأسعار يضع تونس أمام تحدي جدي لتحقيق الأمن الغذائي الوطني وضمان الاكتفاء الذاتي. مهرجان للإصلاح نصيب، عروض ثقافية متنوعة موجهة للأطفال الجناحين لتحقيق انفتاحهم على العالم الخارجي واندماجهم في المجتمع مستقبلا. هذه الأخبار وغيرها على ذماتكم مشاهدينا عبر قناة يوتيوب وطنية ريبلاي والموقع الرسمي الخاصين بالتلفزة التونسية بيت التونسيين. نلقاكم على خير.